ليش الخطاب التركي بيتركز على مناطق الانفصاليين بسوريا إذا كان في معارك؟ لأن مناطق الانفصاليين هي خارجة عن سيطرة الحكومة الشرعية بسوريا اللي هي للأسف تحت سيطرة نظام بشار الأسد. لهيك كل المعارك اللي بدها تصير إذا صارت بدها تصير على الحدود التركية السورية، وفقط من أجل تأمين هذه الحدود للمصلحة التركية. أما فيما يخص نحن والناس اللي عم تحكي على موضوع أنه والله إذا بتدخل القوات التركية وبتحرر حلب، هذا شيء ضرب من المحال، لأنه حلب للأسف تحت سيطرة نظام شرعي معترف عليه لدى جميع دول العالم، ولا تستطيع لا تركيا ولا غيرها من الدول للأسف محاربة هذا النظام الخبيث. فلذلك هذه المعارك إن صارت راح تصير فقط للمصلحة القومية التركية ولحماية حدودها، ونحن ما لنا علاقة فيها أبداً.